20 مارس 2012، خالص العزاء من برنامج نهارك سعيد لكل المصريين وأقباط ومسلمين برحيل البابا شنودة، بابا اسكندرية وبطريرك القرازة المرقسية. النهاردة بنستعرض الصحافة مع ضيفي الأستاذ أسامة عبد العزيز، نائب رئيس تحرير الأهرام. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. أول طبعا خبر معانا من جريدة الأهرام، وهو صفحة أولى: تشييع جثمان البابا شنودة اليوم. من المصري اليوم صفحة أولى: الحكومة تبدأ إجراءات سحب أراضي رجال النظام السابق. المصري اليوم صفحة 3: البرلمان يدرس خفض دعم الوقود ويلغي حق الرئيس في الإحالة للقضاء العسكري. الأهرام صفحة أولى: استراتيجية جديدة لمساندة مصر وارتياح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. الأهرام صفحة أولى: الإمارات تعرض 3 مليارات دولار لتمويل مشروعات للشباب في مصر. الأهرام صفحة أولى: قرارات أمريكية بشأن المعونة لمصر خلال الأسبوع الحالي. الشروق صفحة أولى: النحاس لا إلغاء للصناديق الخاصة بالوزارات. المصري اليوم صفحة 3: القاهرة بدون أتوبيسات نقل عام لليوم الثاني بسبب الإضراب. أستاذ أسامة، أول خبر طبعا كل وسائل الإعلام العالمية وتشييع الجنازة اليوم، والبابا شنودة يركض في وادي النطرون. وطبعا بلا شك هو خبر بيستحق الاهتمام، مش بس الميديا لوحديها وإنما اهتمامات الناس، لأنه هذا الرجل وفقا للمتابعات أو المواقف السياسية والاجتماعية له على مدار أكثر من 41 سنة اللي هو تولى فيها البطريرك رقم 117، كانت دي مواقف يعني مشهود بالحكمة، وإنه يعني لو شفنا بعض الأقوال اللي نتذكرها سريعا ليه لما بيقول مصر دي مش وطن احنا بنعيش فيه لكنه وطن بيعيش فينا، لما طلعت مرة يعني أحد الأفراد اللي طالب بالحماية الأمريكية لحماية الأقباط كان ليه رد جميل جدا، يعني أنا ما زلت متذكره لما قال: والله إذا كان ده الأمر فليمت الأقباط بل تبقى مصر. يعني شوف هذا الرجل قد إيه مواقفه الوطنية، ده بعيد طبعا المواقف الإنسانية نعم والاجتماعية، نعم تجعله أمام ليس المصريين فقط بل أمام العالم كله إنه هو لابد من الاحتفاء به. اليوم مصر بتودع البابا شنودة، نعم احنا بنتقدم طبعا بخالص العزاء للإخوة الأقباط لوفاة البابا شنودة الثالث، ونتمنى نعم أن يأتي البابا رقم 118. طبعا ما فيش نسخة هتبقى بالضبط، وإنما بنتمنى إنه يكون على نفس المنوال، وأعتقد إنه هيكون طبعا في اهتمام عالمي، ده أمر طبيعي جدا يعني. نعم أستاذ أسامة، بعد إذن سيادتك، أنا النهاردة في صفحة 4 في جريدة الأهرام، حضرتك رئيس تحرير الأهرام، لا مش رئيس تحرير، نائب رئيس تحرير نائب الأهرام. رئيس تحرير الأهرام، أنا آسف، في جريدة الأهرام في صفحة 4 في موضوع خاص تحت تقريبا بأن البابا شنودة والدته اتوفت بالظبط كده، بعد ده زميلنا ابو العباس محمد عامله فعلا مظبوط، بعد ولادته بثلاث ايام ولادته بثلاث مظبوط، ايام، وانه رضع من رضع من سيدة السيده مسلمة زينب، اسمها زينب. بالظبط كده. هل هذا الموقف في حياه البابا شنوده ممكن يكون بيعكس نوع من اقتناع تام ان البشريه ما فيهاش تفرقه؟ وده صحيح، الواقعة دي سليمة ماء بالماء، وسبق لجورنال الأهرام إنه تناولها لما كان بيعمل ملحق اسمه ملحق الصعيد من حوالي سنتين، نعم والتقى بالأهل السيدة التي أرضعت البابا شنودة بعد وفاة
والدته بثلاثة أيام، نعم وعلى ما أتذكر كان اسمها زينب، نعم وإنه التقى بشقيقه في الرضاعة ومسلم. مش بس الأمر ده بيعكس ثقافة المصريين بشكل عام، إنه وده كان ده اللي كان موجود نعم في الفترات نعم السابقة، وأعتقد إنه بنسبة كبيرة موجود. طبعا في بين الطرفين بعض أنا مش عايز أقول المتطرفين، إنما المتشددين إلى حد ما في نعم الأفكار، نعم وأعتقد إن المجتمع بيلفظهم بين لحظة وأخرى، نعم إنما هي دي الثقافة اللي كانت سايدة، تمام وأعتقد إنها ستظل سايدة، وبالتأكيد إنها أثرت في وجدان نعم البابا شنودة. ولو تابعنا مقولاته بقول لك، يعني انا بس يعني عندي أقاويل كتير جدا جدا، حقيقة لو تحترم. تابعتها هتؤكد لك المعنى اللي انت طرحته بالفعل يا ابراهيم. المصر اليوم صفحة أولى، الحكومة تبدأ إجراءات سحب الأراضي رجال النظام السابق. صحيح. شوف، تعليق حضرتك إيه؟ لا هو مش تعليق، هو طبعا الحكومة بدأت بالفعل بعد ثورة 25 يناير تتخذ هذه الإجراءات. أبرز قرار اتخذه مجلس الوزراء في اجتماعه قبل الأخير سحب 25 مليون متر مربع من أراضي شمال غرب خليج السويس اللي حصل عليها مستثمرين ولكنهم ما اشتغلوش فيها، يعني اللي هم غير جادين. يعني نعم المساحة بتاعت خليج السويس 44 مليون متر مربع، نعم لما تسحب 25 مليون من 44 يعني بتتكلم تقريبا على أكثر من 50% من المساحة لم يتم فيها أي إنجاز، وتبقى بس الباقي شركة أو الهيئة الصينية هي الوحيدة اللي أنجزت بالفعل في خليج السويس، وبالفعل تم اتخاذ قرار. نعم اللي بيشير إليه المصري اليوم النهاردة الحقيقة هو استكمال لإجراءات الحكومة، انه الجنزوري طلب من الوزراء المعنيين حصر شامل لهذه الاراضي، واعتقد ان مصر اليوم ذكر اسماء. والجميل انه الحكومه في نفس الوقت بتقول مش هنسحب اراضي من مستثمرين جادين، نعم ولازم يبقى في توازن. انت مستثمر جاد بدات، اهلا بيك، عندك معوقات ممكن نتعاون معاك ونذلل لك المعوقات. ده كلام الحكومه واللي سمعته من الوزراء نعم والجنزوري منذ يعني أيام. والحكومة كمان حضرتك برضو كانت اتكلمت على التعدي الأراضي الزراعية على الأراضي الزراعية بعد ثورة 25 يناير، وإنه كم الإخلاء الأراضي اللي تم التعدي عليها كان كان كبير كبير جدا صحيح، بشكل غير هم طبيعي. استغلوا الانفلات الامني. بس انا عايز اقول لك حاجه، انه هذا الامر لن تستطيع الحكومه السيطره عليه، نعم لانه اذا يعني اذا امرت بما هو فعليك انك تقدم لي، يعني ما نعم هو المواطن بيبني على الارض الزراعيه ليه؟ خلينا منصفين مره واحده، نعم يعني بلاش نتبع سياسات النظام السابق اللي كان يعني بالعصايه وراء تمام المساكين والفقراء والمهمشين والمحتاجين، انه ما يبنيش على الارض الزراعيه، واللي يبني على الارض الزراعيه يدخل السجن. طب ما هو الفلاح يعني هيعمل ايه يعني؟ ما هو لازم تشوف له بديل. اذا كنت عايز تحافظ على ارض زراعيه شوف له بديل عشان ما يبنيش عليه. نعم اعتقد ان الحكومه لازم يبقى عندها استراتيجيه مختلفه تمام. في تناول هذه القضيه. ما زلنا في المصري اليوم وصفحة 3، البرلمان يدرس خفض دعم الوقود ويلغي حق الرئيس في الإحالة للقضاء العسكري. ده في تقديري اذا نفذ نعم هو من اعظم الاخبار اللي ممكن يبقى لها تاثير نعم على الموازنه العامه للدوله. كويس قوي. لا لا مش معقول، يعني احنا بندفع 16 مليار دولار يعني او بالتحديد 120 مليار دعم للطاقة. نعم الدعم 90% منه بيروح ل 20% فقط من الاغنياء، وده حاجة غريبة جدا. يعني مش معقول انت بتدفع دعم للطاقة يستفيد بيه اصحاب المرسيدس واصحاب العربيات الكبيرة. نعم لو انت عندك 28 يعني مش هتستفيد حاجه، هتمون زيك زي اللي عنده مرسيدس. لا لازم الحكومه تاخد خطوات بالفعل مجتمعيه
ما هياش الزاميه، هو مين اللي لانه انا عندي صندوق النقد. انت تمام النهارده يعني مش عايز اقول بتقبل الايادي نعم حتى تصل الى تسويه معاهم عشان يقرضوك نعم 3.2 من 10 مليار دولار. تمام. الصندوق ده هيكون ليه شروط، ايوه، ابرز هذه الشروط من وجهه نظر ومن يعني من متابعاتي ومن خبرتي. نعم. انا كنت بغطي نشاط مجلس الوزراء لمده 9 سنوات للاهرام، كويس، فعارف المفاوضات بيبقى الشروط بتاعتها. عظيم. من المتوقع ان الصندوق يطالبك بانك تعمل نوع من انواع ترشيد الدعم للطاقه. عظيم. مجلس الشعب. هنا مجلس الشعب ده منتخب من الشعب. تمام. اول مره يبقى عندنا مجلس شعب منتخب بشكل حقيقي. ده دوره. انا سعيد جدا بانه نعم. مجلس الشعب يبدا في انه يمارس هذا الدور المنوط به. انا نفسي اعرف مين اللي اكتشف الموضوع ده، ان الدعم ده بيروح لل 20% اكتر. ده معروف. لا ده معروف، ده وفقا للتقارير. الحكومه معروف. في ادراجها لو فتحت الادراج هتطلع التقارير دي. زي التقرير الاخر اللي يعني معلش انا مش فاهم وزير الماليه ممتاز سعيد ده بيكلم مين بالظبط. نعم. هو ممتاز سعيد بقى زيه زينا وزي المعارضه. ده انت تمام. ده انت وزير في الحكومه. عظيم. لما وزير الماليه يطالب يعني معلش طبعا احنا عصر الحريات انفتح، ويعني دي من انجازات المحسوبه بجد لثوره 25 يناير. تمام. انه تنتقد في حدود اللياقه. عظيم. وده مهم جدا. يعني كويس. انا اسمح لي ان انا انتقد وزير الماليه لما يقول تصريح بالشكل ده. على المستشارين في الحكومه ان هم يروحوا يقعدوا بيتهم. ده انت تاخد اجراء ولا بتطالبهم يقعدوا بيتهم؟ نعم. لا عليك يا ممتاز بانك تاخد قرار. انت عضو في الحكومه. عظيم. انما احنا نقعد نهدر الاموال ونقول مش معقول ان هم بس 1490 مستشار وبياخدوا 82 مليون جنيه في السنه، وان انا لقيت الكلام ده كلام فاضي. مش عارف طيب. يعني انا الحقيقه مستغرب جدا من كلام ننتقل بتاع سعيد. للخبر الرابع، الاهرام صفحه اولى، استراتيجيه جديده لمسانده مصر وارتياح لبرنامج الاصلاح الاقتصادي. ما هو ده تقريبا كنا بنتكلم عليه في نفس النطاق. صندوق النقد الدولي. تمام. صندوق النقد الدولي. وصل مسعود. حظيم. احمد رئيس البعثه بالقاهره. الاهرام التقى وعمل معاه حوار بالامس، ويعني شفنا منه الروح. الصندوق ما عندوش مانع. عظيم. الصندوق مرحب. تمام. وعنده 3 ركائز هيشتغل. ومتهيألي ما فيش حد هيدينا قرض على فكره وهو عارف ان في 16 مليار بيروحوا فعلا بالظبط. للموضوع ده كلام. تمام. يعني لازم نصلحه تقريبا في يعني. نفس النطاق، الاهرام صفحه اولى، الامارات تعرض 3 مليارات دولار لتمويل مشروعات للشباب في مصر. يعني ايه الخبر ده؟ ما انا يعني انا من الاهرام ومختلف عليه جدا، يعني مع احترامي وتقديري. يعني امتى احنا هنقوم بادوارنا؟ يعني الامارات تعرض 3 مليارات عشان تدعم، يعني انا مش فاهمه. يعني صار في علاقات طيبه. الاهم ان يكون هناك علاقات طيبه. وعلاقاتنا مصر الامارات منذ ايام الشيخ زايد اظن التاريخ بيشهد. نعم. بيها. نعم. انما انه هي تقدم 3 مليارات دولار عشان تدعم مشروعات الشباب، يعني ما اعرفش في صيغه ايه. أيوة. هل هو قرض؟ هل هو ما هو يعني انا هل داخل الخبر على الاهرام؟ على الاهرام في الخبر ده بصراحه. انا من الاهرام بس هي داخل الخبر ده ما قالش انه انا مش فاهم. يعني ما هو لازم يقول لي هي 3 مليارات دي منحه، مساعدات، قرض، ميسر بفايده على مدى كم سنه. تمام. يعني في امور برضو يعني لا طبعا توضح الامور اكتر، معالجه يعني الخبر من جديد. يعني الاهرام صفحه اولى، قرارات امريكيه بشان المعونه لمصر خلال الاسبوع الحالي. يعني انا اسعدني كلام فايزه ابو نجا من ايام قليله جدا انه علينا الاستغناء عن المعونه، وكان طبعا امنياتي ان هي تتحقق. يعني المعونه ما هياش يعني عشان بس الامريكان بيتكلموا فيها كتير قوي، واحنا برضو مش عارف فاتحين صدورنا لهذا الامر. هي المعونه ده كلها 1.4 مليار في او 3 مليار دولار في المجال العسكري. طبعا يعني توقعي انه هذا الامر في الاوقات الحاليه غايه في الاهميه، لانه لو بصينا لل 30 او منذ اتفاقيه كامب ديفيد هناك امور يعني مرتبطه بهذا الامر. المعونه الاقتصاديه خلاص انتهت، يعني يا باقي منها 480 مليون دولار في السنه، يعني امور لا في من وجهه نظري يمكن الاستغناء عنها بسهوله. انا ما اعرفش مبادره الشيخ حسان اختفت ليه.
يعني كنا بنسمع عنها في وسائل الإعلام، وبدأنا مش عايزين المصريين يرجعوا لطبيعة ما قبل 25 يناير لما كانوا بيتحمسوا لأمر ثم فجأة يختفي هذا الأمر. نتمنى إنه هذه قد المبادرة يكون يا تعود استاذ مرة اسامه أخرى. قد يكون يا استاذ اسامه انه الحماس اللي اخذنا في ان احنا نقول احنا مش محتاجين المعونه، وبالفعل احنا مش محتاجين وخصوصا المعونه الاقتصادية. ممكن تكون العسكريه. يعني اعتقد ان احنا في اشد الحاجه، اعتقد انه محتاجين ان احنا نبقى علاقتنا كويسه مع كل الناس. مع كل الدول هو ده الأساس، يعني احنا عايزين لكن نبقى ما علاقتنا تربطهاش كويسه مع كل بالماديات، الناس. تمام وده اللي قلته على الإمارات. تمام يعني علاقات مصر بالإمارات علاقات تمام غاية في الروعة عظيم. منذ أيام الشيخ زايد. إيه فجأة يعني بنسمع 3 مليارات؟ تمام. يعني كلام. طيب الشروق صفحة أولى، النحاس لا إلغاء للصناديق الخاصة بالوزارات. عنده حق طبعا، واعتقد انه الخبر ده يعني لانه تصريح خاص للشروق هيلغي الصناديق الزايده، فيها عماله مؤقته ارقامها غير طبيعيه. الاول يبتدي يعمل لها جدوله في مساله التثبيت نعم التعيين، لانه انت عندك بقول لك تمام يعني هذا الامر هياخد مش اقل من 3 سنوات حتى ينتهي من تثبيت العماله المؤقته على الاقل نعم في المحليات، عظيم. هيتم تعيينها على حساب هذه الصناديق. الامر عايز حصر اولا. ارجوك اخر خبر سريع جدا. مصر اليوم صفحه 3، القاهره بدون اتوبيسات نقل عام لليوم الثاني بسبب الاضراب. هو طبعا انا غلطت اللي ما ابتديتش بالخبر ده، معلش بقى، معلش. ده اهم خبر انا وقتي خلص النهارده بتاع الصحافه، بس بالظبط كده، بقدر ده الامكان اهم خبر. اتفضل. مفيش، هو لازم نشوف مطالب الناس دي، مش معقول يعني اتفضل. السواقين والفنيين تديهم مكافأة نهاية خدمة 5 شهور والمستشارين بياخدوا مش عايز اقول بالملايين. نعم. على الجنزوري الحمد لله يعني انه امبارح التقى مجموعة منهم وعدهم بحل هذا الامر، انما ياخد مكافأة نهاية خدمة 5 شهور فقط. نعم. بعد 30 سنة خدمة ده امر يعني نقول عيب، انما هم طالبين 100 شهر نهاية مكافأة الخدمة. نعم. ممكن يحصل تفاوض. نعم. هم ناقلين طالبين نقل تبعية هيئة النقل العام من محافظة القاهرة إلى وزارة النقل. عظيم. وأعتقد إنه مطالب سهلة، لأنه طبعا الناس عانت معاناة من أول امبارح وامبارح والنهاردة هتعاني. تمام. لأنه الإضراب مستمر. نعم. الأوحش إنك أنت لو ما لحقتش تعمل لهم طلباتهم أتمنى يوم الأربع هيروحوا بالأتوبيسات أمام مجلس الشعب مجلس الوزراء. نتمنى الموضوع ده يتحل طبعا بأسرع ما يمكن. الأستاذ أسامة عبد العزيز نائب رئيس تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا. مشاهدي نهارك سعيد. هنروح لتقرير عن السياح البرازيليين اللي كانوا مخطوفين. على فكرة التقرير ده جاي لنا من زمايلنا من قناة الثقافية، إعداد ماجدة فهيم وإخراج أحمد الجنايني. شكرا جزيلا ليهم لهذا التقرير اللي حضراتكم هتشوفوه معنا. نهاركم دايما سعيد.